سمعنا الرأي المؤيد والرأي المعارض اجتماعيا وقانونا وطبيا كمان، عايزين نسمع رأي الشرع، يعني بالبلدي كده نعرف حلال ولا حرام. معايا على التليفون الدكتور علي محفوظ، عالم من علماء الأزهر. دكتور علي، مساء الخير. مساء النور يا فندم، اهلا وسهلا أهلا بيك وضيوفك الكرام. أهلا وسهلا بحضرتك. احنا بنتكلم في موضوع تجميد البويضات، وأعتقد أو خليني أسألك بشكل مباشر، حرام ولا حلال؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، وبعد، جاءت الشريعة الإسلامية لتحافظ على كليات خمس، منها حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ العقل وحفظ المال وحفظ النسل. جاءت الشريعة لتحافظ على النسل وعلى استمراره وعلى قيامه إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. وفي ذلك يقول الله تبارك وتعالى في مطلع سورة النساء: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام. والإنسان يحب أن يكون له ولد ويكون له نسل ويكون له ذرية، ده مركوز في فطرة الإنسان، مركوز في فطرة الرجل، في فطرة المرأة. ربنا سبحانه وتعالى في خاطر سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام في سورة إبراهيم وقول له: ولقد أرسلنا رسلا من قبلك وجعلنا لهم أزواجا وذرية. سيدنا إبراهيم، سيدنا زكريا عليه السلام، يقول الله تبارك وتعالى حكاية لقوله: هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. فده شيء، وجود النسل ووجود الأبناء شيء بيشجع عليه الإسلام وشيء بيحرص عليه، ولكن بضوابطه الشرعية. ايه هي الضوابط يا دكتور علي؟ تمام، عايز اقول ان موضوع تجميد البويضات مش موضوع حديث، يعني مش موضوع اكتشفناه مثلا السنه دي ولا السنه اللي فاتت. الموضوع ده تكلم فيه العلماء من 30 سنه حضرتك، وكان اثاره العلامه مصطفى الزرقاء شيخنا عليه رحمه الله، وتكلمت المجامع الفقهيه فيه، وتكلم الأزهر وتكلمت دار الإفتاء المصرية أن عملية تجميد البويضات جائزة شرعا وليس فيها محظور إذا ما تمت وفق ضوابط معينة. بس الإجازة تمت حديثا يا دكتور، مظبوط؟ لا، الإجازة تمت من سنوات، يعني ليس الآن، وكان في محاذير شرعية، ولكن الإجازة، الفتوى في دار الإفتاء المصرية أنها جائزة طالما أنها تمت وفق هذه المعايير التي حددها فقهاء الشرع. ألا وهي منها المعايير؟ من هذه المعايير أنها تتمثل أن تتم عملية التخطيب بين الزوجين، وأن يتم استخراج البويضة من الزوجة واستدخالها فيها بعد عملية التخطيب أثناء قيام العلاقة الزوجية، ولا يجوز بعد الطلاق. بعد أن طلقها ما ينفعش إن هي تجيب البويضة المخصبة وتقول طب أنا عايز أخلف، ما ينفعش. أو بعد الوفاة، ولا الوفاة. بشكرك فعلا، ولا الوفاة، لأن الفقهاء يقولون إن الزوجية انقطعت بالوفاة. حضرتك الزوجية انقطعت بالوفاة، ولذلك هي لا تغسله، يعني عند الفقهاء أنها لا تغسل زوجها ولا يغسلها زوجها، لأن خلاص عرى الزوجية انقطعت. المعايير اللي وضعها العلماء في موضوع تقصيب البويضات قالوا أن تحفظ اللقاحات المخصبة بشكل آمن تماما تحت رقابة مشددة بما يمنع أو يحول دون اختلاطها عمدا أو سهوا بغيرها من اللقائح المحفوظة. الضابط الثالث ألا يتم وضع البويضة الملقحة في رحم امرأة أجنبية،
أجنبية بمعنى لا تبرعا، لا تبرعا ولا بمعاوضة ولا بمال. هي المبيضة التي استخرجت من المرأة وتم تلقيحها بالحيوان المنوي بتاع الذئب تدخل في المرأة اللي خرج منها البويضة. الضابط الرابع ألا يكون لعملية تجميد البويضة آثار جانبية سلبية على الجنين تؤثر عليه. كان العلم الحديث ممكن يكتشف الآن أو اكتشف الآن إن البويضة دي مش مظبوطة تماما، ممكن يحدث فيه تشوهات إذا خصبت بها المرأة أو وضعت في المرأة. ده شيء. الشيء الثاني أن الأطباء كلمة الطب قالوا أن أفضل وقت لاستخراج البويضة هو من سن 30 إلى سن 35، وده السن اللي يعني لو تأخرت فيه البنت يعني أو تأخرت فيه الفتاة هو ده السن اللي بتتزوج فيه. فوفق هذه المعايير لابد أن ننضبط بشرع الله عز وجل. ليه؟ لأن هيحصل في مواريث، في ميراث، الولد ده هيرث من هذا الرجل ولا لا يرث، هو ابنه ولا مش ابنه، في نسب، في محرمية، هو محرم عليها ولا مش محرم عليها. فإحنا لابد إحنا نمشي وفق هذه المعايير التي وضعها فقهاء الإسلام. دكتور علي بشكر حضرتك شكرا جزيلا على المعايير اللي حضرتك لخصتها لنا واللي يعني تنظم الموضوع. شكرا جزيلا.